عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال عالم الرقمية في الهندسة الصوتية ينتشي الليل جمالا في مساء من خيال ولك ينسى سحرا موكب نور طويل نطرق أبوابه من خلال استير عالم الرقمية في الهندسة الصوتية هيبة فيها اهتزاز يشبه الشعر الجزيل نطرق أبوابه من خلال استير عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استير في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو بحضور قد حباه خالقي ربك كمال فتنة الشمس البديعة فرقة الوهد الجميل فاطمة ما أنت أنت اختصارهم للجمال أنت جود واحتشام نبعه أصل نبيل ينتشي الليل جمالا في مساء من خيال ولك ينسب سحرا موكب النور الطويل أبوابه من خلال استوديو هيبة فيها اتزان يشبه الشعر الجزيل في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو نطرق أبوابه من خلال استوديو عالم الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو عالم الرقمية بحضور قد حباه خالقي رب الكمال فتنة الشمس البهية رقة الورد الجميل فاطمة ما أنت أنت اختصار للجمال أنت جود واحتشام نبعه خلال استوديو الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو الرقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه رقمية في الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال استوديو الهندسة الصوتية نطرق أبوابه من خلال